بسم الله، اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله، يتعاد علينا ان شاء الله وعليكم بكل خير ان شاء الله يا ربي، كل الأمة الإسلامية ان شاء الله. جيتكم البنات بهذا الفيديو تاع يوم العيد، حطيت لكم اليوم الخامس من الايام تاع العيد، لان نهار العيد والثاني والثالث ما كنتش لاتيه، كنت مع لا فامي، كنت مع العائله. اليوم حطيته لكم، وكانت هذه الطاوله تاعي تاع العيد. شوفوا الكاطو اللي خدمته، خدمت المقروط، خدمت المشوك، البقلاوه، الصابلي، الشارك، حطيته في الطاوله. وكانت هذا كما قلت لكم تاع اول يوم تاع العيد، وكانت كاع العائله من ماما عندي، كانوا دار عجوزتي، كانوا دارنا، كانوا كاع لافامي تلمينا، كاع تلموا عندي في داري، وكانوا الكبار يعني، كان بابا وما، وكانت عجوزتي، وكانوا خاوتي، وكانوا كاع العائله عندي، تلمينا وفرحنا وزهينا البنات. ونخليكم تتبعوا الفيديو هذا القصير اللي درت لكم تاع يوم العيد. وكانت هذه أجواء العيد الفطرية معكم يعني، كل بيت جزائري وكل بيوت الإسلامية. ودرت الغداء، درت الشخشوخة وهذا البوريك، شخشوخة الله الله كما كانت تديرها من قبل في الأعياد. شوفوا درت زوج طوابل، درنا زوج طوابل، وكانت العائلة ما شاء الله، وكانوا كاع تلمينا عليهم، يعني حسينا بالاجواء تاع العيد كي كنا كاع ملمومين، كانت لافاميليا كاع الاولاد الله يبارك ما شاء الله، حسينا يعني بطعم العيد، خاصه كيما قلت لكم مع عمه، مع بابا، مع عمتي، عجوزتي، مع كل العائله تلمينا. ومن بعد رحنا للطاوله تاع القهوه والشاي، عقبنا واحد النهار واش نقول لكم، روعه. ونزيد نعاود ندير لكم فيديو تاع اليوم الثاني والثالث والرابع ان شاء الله حتى الخامس، ونقول لكم درك بقوا على خير، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، وكملوا الفيديو حتى النهايه.